كيما اليوم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية كيما اليوم، موعد نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز مسار للفائدة والاعتبار. كيما اليوم 14 نوفمبر 1954، جمال عبد الناصر يطيح بمحمد نجيب. في عام 1950 تمت ترقية محمد نجيب إلى رتبة لواء، وكان مرشح المنصب وزير الحربية في وزارة نجيب الهلالي، لكن شعبية اللواء نجيب وشخصيته المحبوبة لدى الضباط خلت القصر الملكي يعارض تعيينه وزير. ويتصاعد الصدام بين القصر ونجيب بعد نجاحه في تولي رئاسة مجلس إدارة نادي الضباط عام 1952 بأغلبية الأصوات رغم إرادة القصر، الشيء اللي خلى الملك فاروق يحل المجلس. في الأثناء هذه كان المحمد نجيب دور مهم ما يعرفه كان الملك ورجاله، وكانت تحوم حول الشكوك المتمثلة في قيادة تنظيم الضباط الأحرار اللي رأوا في انضمام نجيب إليهم بمثابة كنز عظيم كما وصفه عبد الحكيم عامر الجمال عبد الناصر. لعبت شعبية محمد نجيب وسمعته الطيبة دور كبير في انضمام كثير من ضباط الجيش للتنظيم وفي تأييد الانقلاب العسكري اللي وقع عام 52 وأطاح بالملك فاروق، وتعرف بحركة الجيش المباركة ثم لاحقا باسم ثورة يوليو 1952 مع شعبية محمد نجيب الجارفة، وتشكيله أول وزارة عقب حركة الجيش تم توليه رئاسة الجمهورية بعد إعلانها 1953. بدأت بوادر الخلاف مع ضباط مجلس قيادة الثورة تطفو وتظهر على السطح، بينما كان نجيب يرى ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته وإبعاده عن السلطة وعودة الحياة النيابية المدنية، وكان للعسكر رأي آخر انتهى بعزل محمد نجيب ووضعه تحت الإقامة الجبرية. في مذكراته الشهيرة بعنوان كنت رئيسا لمصر يكشف محمد نجيب كيف بدأت الدكتاتورية العسكرية بقيادة جمال عبد الناصر تتغلغل في البلاد وتضرب كل أحلامه وأحلام المصريين في الحرية والحياة السياسية الديمقراطية. يقول خرج الجيش من الثكنات وانتشر في كل المصالح والوزارات المدنية، ووقعت الكارثة اللي ما زلنا نعانوا منها إلى حد الآن في مصر. كان كل ضابط من ضباط القيادة يحب يكون قوي وفق تعبير محمد نجيب في مذكراته بالطبيعة، وبدأ الجيش يحكم سيطرته على الحياة السياسية في مصر بمساعدة من رجال قانون ما لقاوش حرج في تكييف القوانين على هوى ضباط المجلس باش ينتهي الأمر بالبلاد إلى الهاوية، هاوية اللا قانون حسب تعبيره. وولت السلطة مركزة في أيدي بعض الضباط بزعامة جمال عبد الناصر اللي كانوا ينفذوا قراراته رغم معارضة الرئيس محمد نجيب ونفر قليل من أعضاء المجلس، الشيء اللي خلى محمد نجيب يقدم استقالته في فيفري 1954. قبل مجلس قيادة الثورة استقالة محمد نجيب وبدأ في تشويه صورته، لكن خروج مظاهرات شعبية حاشدة واحتجاج أسلحة من الجيش وعلى رأس سلاح الفرسان على تنحية نجيب أجبرت المجلس على التراجع وإعادة محمد نجيب للسلطة. وبعد أيام قليلة بدأت أزمة مارس، أزمة مارس الشهيرة بعد الإعلان عن قرارات لتنظيم العمل السياسي والتمهيد لحل مجلس الثورة، ومن بعد تراجع المجلس على القرارات هذه ونظم مظاهرات مدفوعة للهتاف ضد الحرية والديمقراطية قبل ما يوجه جمال عبد الناصر ضربته جديدة لنجيب بتنحيته عن رئاسة الوزراء وتقليص صلاحياته كرئيس للجمهورية. بعد أشهر قليلة تمكن عبد الناصر من السيطرة على المجلس وتنحية معارضيه، ووجه الضربة القاضية لمحمد نجيب، يعتبروها ضربة قاضية لمحمد نجيب وللديمقراطية في 14 نوفمبر 1954 وقت يصدر قرار بعزل نجيب ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصر زينب الوكيل بحي المرج بالقاهرة، حتى أصدر الرئيس أنور السادات قرار بإنهاء إقامته الجبرية عام 1971.
مستمعينا الكرام، نلقاكم كل يوم في موعد جديد، وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد. كلمة اليوم.